أسطورة ثانية، الأسطورة الثانية، أسطورة ثانية، تجسيم وتقليد وجهل وتشويش. الأسطورة الثانية أو أسطورة ثانية، تجسيم وتقليد وجهل وتشويش. تجسيم، تقليد، جهل، تشويش. تحت هذا العنوان في الأسطورة الثانية أقول: في مؤسسة الدرر السنية أو السنية القسم العلمي، مراجعة المشرف العام علوي بن عبد القادر السقاف في 9 جماد الآخرة في 1431 هجري، قال: حديث رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة خضراء. يقول: يتهم بعض المبتدعة شيخ الإسلام، هؤلاء المبتدعة يتهمون شيخ الإسلام، يتهم بعض المبتدعة شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه مجسم، ويستشهدون بتصحيحه لحديث رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط، له وفرة جعد قطط في روضة خضراء. فهل حقا، الكلام لا زال لصاحب مؤسسة الدرر السنية للسقاف، يقول: فهل حقا صحح شيخ الإسلام هذا الحديث، وهل هو حديث صحيح؟ يقول: والجواب على هذا السؤال أقول، الكلام السقاف يقول: والجواب على هذا السؤال أقول: هذا الحديث ورد من طريقين وبألفاظ مختلفة. لاحظ كيف يستخدمون أسلوب التشويش والتشويه والالتقاط والعشوائية لكي يضيع المطلب على المتلقي. الآن، هل الحديث صحح الحديث أم لم يصحح الحديث؟ هل صحح الحديث أو لم يصحح الحديث؟ تقول: صحح الحديث لكن يقصد كذا وكذا وكذا، لكنه لا يفيد في كذا وكذا وكذا. التفتوا إلى أسلوب الالتقاط، أسلوب التشويه، أسلوب التشويش، أسلوب التأثير على العقل، أسلوب استغلال الجهل والجهال والغباء والأغبياء. الطريق الأول، يقول: الطريق الأول من حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، ومن ألفاظه، يأتي بعدة ألفاظ، يقول: أتى بعدة ألفاظ. من هذه الألفاظ أولا أن محمدا رأى ربه في صورة شاب أمرد من دونه ستر من لؤلؤ، قدميه أو رجليه في خضره. اللفظ الثاني: رأيت ربي جعدا أمرد عليه حلة خضراء. اللفظ الآخر: رأيت ربي في صورة شاب أمرد جعد عليه حلة خضراء. يقول: وهذا الحديث، الآن لا زال في الطريق الأول، يقول: وهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم، منهم الإمام أحمد في المنتخب من العلم للخلال. هذا الذي يقوله من؟ يقوله السقاف صاحب مؤسسة الدرر السنية. صححه الإمام أحمد، وصححه أبو زرع الرازي، يذكر المصادر في إبطال التأويلات لأبي يعلى، والطبراني أيضا يقول صححه الطبراني أيضا في إبطال التأويلات، وصححه أبو الحسن بن بشار وأبو يعلى وابن صدقة وابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية في الجزء السابع. أقول: إذن ابن تيمية صحح الحديث، فلا مجال للتدليس والاحتيال والمغالطات بعد هذا. واو ها ميم، وهو المطلوب، هذا تصحيح للحديث وإقرار بتصحيح الحديث، فيرجع إلى الأسطورة الأولى حتى لا نتحدث بهذا الأمر. إذن عندي تصحيح الحديث، هل صحح الحديث؟ إذن هو صحح الحديث. إذن الأسطورة الأولى انتهى الكلام منها، إنه صحح الحديث. الأسطورة الثانية بجزئها الأول، هل صحح الحديث؟ نعم صحح الحديث. يكمل السقاف، يقول: وضعفه، هذا طريق الأول، لا زال الكلام في الطريق الأول، يقول: وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية، واستنكره الذهبي كما في سير أعلام النبلاء، وقال السبكي في طبقات الشافعية الكبرى. يقول: موضوع مفترى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الطريق الأول انتهينا منه. الطريق الآخر يقول: من حديث مروان بن عثمان عن عمارة، عن عمارة بن عامر عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب رضي الله عنهما مرفوعا، ومن ألفاظه، يقول: رأيت ربي في المنام، ينسبون هذا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: رأيت ربي في المنام في صورة شاب
موقر، صاحب الجلالة موقر. رأيت ربي في المنام في صورة شاب موقر في خضر عليه، الله يسخن وجوهكم. يقول رأيت ربي في المنام في صورة شاب موقر في خضر عليه نعلان، عليه نعلان من ذهب وعلى وجهه فراش من ذهب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا تؤاخذنا بما قالوا يا الله. اللفظ الآخر يقول يذكر أنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر أنه أي النبي رأى ربه عز وجل في المنام في صورة شاب، يذكر أنه رأى ربه عز وجل في المنام في صورة شاب موفر 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 أو موقر. إذن يقول رأى ربه عز وجل في المنام في صورة شاب موقر أو موفر في خضر أو في خضر على فراش من ذهب في رجليه نعلان من ذهب. لا زال الكلام في الطريق الثاني. يقول وأيضا ذكر بلفظ أنه رأى ربه عز وجل في النوم في صورة، لاحظ هنا يقول رأى ربه في النوم، والذي سبقه أيضا قال في المنام، والذي سبقه أيضا قال في المنام. إذن يقول أنه رأى ربه عز وجل في النوم في صورة شاب ذي وفرة، في صورة شاب ذي وفرة قدماه في الخضرة عليه نعلان من ذهب على وجهه فراش من ذهب. يقول وهذا الحديث من الطريق الثاني صححه الحسن بن بشار وأبو يعلى كما في طبقات الحنابلة لأبي يعلى. يقول إذن صححه الحسن بن بشار وصححه أبو يعلى، أبو يعلى الحنبلي صححه الحسن بن بشار وصححه أبو يعلى. أبو يعلى وابن تيمية يتسابقان على الجسمية وعلى إثبات الجسمية، من يسبق هذا أو هذا. يقول وضعفه واستنكره جمع من أهل العلم منهم، هذا الطريق الثاني. يقول وضعفه واستنكره جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد في المنتخب من العلل، ويحيى بن معين، والنسائي، وابن حبان، والسبكي، وابن حجر، والسيوطي، والشوكاني. ومن الذي صححه؟ صححه الحسن بن بشار وأبو يعلى. وابن تيمية هنا لم يذكر، رأي ابن تيمية مسكوت عن هنا. الآن نلتفت إلى شيء، الطريق الأول الحديث الأول صححه أحمد، والحديث الثاني الطريق الثاني ضعفه أحمد. التفت، إذن أحمد صحح الطريق الأول وضعف الطريق الثاني، ضع هذه المعلومة في بالك في ذهنك. يقول وكل من صحح الحديث أثبت أنه رؤيا منام لا رؤيا عين، لذلك فلا إشكال ولا مطعن لأهل الأهواء فيه. الآن يعني فقط هذا السؤال. يقول وكل من أي حديث، وكل من صحح الحديث، أي حديث تتحدث عنه، الحديث في الطريق الأول أو الحديث في الطريق الثاني؟ الطريق الأول فيه ألفاظ والطريق الثاني فيه ألفاظ. وكابن ابن ابن حنبل، كأحمد ابن حنبل صحح أحد الحديثين وضعف الآخر، فهل أنت تعتبر الحديث، تعتبر الحديثين عبارة عن حديث واحد؟ فإذا حديث واحد كيف يصحح أحمد الحديث ويضعف أحمد الحديث؟ عقل متفتح وعقل راقي عندك وعند أمثالك من المجسمة التيمية.